welcome back. صباح النور، صباح الخير اللي كتفرجوا على الفيديو هذا في الصباح. اليوم جاني الحماس على فيديوهات في يوتيوب، سبحان الله كنجبر كنجبر خطر وحده كيجيني واحد التحمس في الشكل. المهم البنات، الفيديو ديال هذا النهار هذا غادي ندوزو صبرون قد الجلسه والساعه نهضر معاكم. داكشي اللي غادي ندير هذا النهار غادي نصور لكم. ففقت البنات قديت شعري، عجبوهم هاد الويفز هادو، راه ديجا درت لكم فيديو عليهم كيفاش قدوهم، دخلوا لاشين ديالي غتلقاوه. ما خصنيش ندير شي حاجه ديال المكياج كثيره، واصلا غادي نمشي غير نقرا. كما قلت لكم درت شويه ديال الكونسيلر، درت شويه ديال لابودغ، واحد شويه ديال الفراجو، وخاصني نمشي نقاد شويه ديال الماسكارا وجا ليفغ، وصافي غادي نكون واجده ونمشي نلبس حوايجي. طبعا شوفوا اللون ديال شعري كيفاش كيبان في الشمس. البنات راه ما نسيتكمش، البنات اللي كيسولوني ديما في انستغرام على شعري راه نحط لكم الوصفه من ورا هذا الفيديو، حيت دابا مانيش باغي نصبغ شعري. فاش يهود لي واحد شويه ديال اللون ونصبغ شعري معاكم راه غنحط لكم الفيديو. وصافي كثرت الهضره بزاف، فنمشي نقاد المكياج، نلبس، نفطر، وانا نكمل المكياج في الاوتفيت ديالي الجميل. لو كان المجتمع يسمح وكنمشيت بحال هكا لافاك. شوف دابا دخلنا عليكم بالله، واش كاين شي اوتفيت حسن من هذا؟ ها نتوما. وقاسه كنقرا فواحد اللعيبه، صافي بلا ما جات صاحبتي، حيت انا دخلت 8:30 وانا جيت بكري ما عرفتش علاش. صافي البنات فاش غادي ندخل غادي نصور لكم، غاديش ندير شي حاجه، غادي نقرا وصافي. لقيت فواحد البلاصه زوينه هنا عندنا، شاد هاد الورقه بحال شي حمقه هنايا، نتسنى في صاحبتي باش توصل. عرفتي انا ما كنعرف حتى شي واحد هنا في لافاك، كنعرف غير ديك صاحبتي يعني، وكان ما تكونش هي ولا صافي تخرج ما تبقاش تقرا غادي نضيع. عادي اصلا الوحده زوينه، انك تكوني وحيده ويكون عندك يوتيوب، ما تكونيش وحيده، يكون عندك واحد العالم اخر اللي كيتفرج فيك. شوفوا البلاصه اللي مورايا. شنو تصوريني وما تقوليش لا اوكي؟ عارفه اوكي عارفه غادي نمشيو داك السطاد، انا ماشي السطاد غادي نمشيو نجيب ديك الشجره. لا احلى اجي ولا تصوريني منا، يلا زيدي. هذا النهار الثالث، ولكن هو ماشي النهار الثالث نيشان، حيت دازت سيمانة على دوك الفيديوهات اللي كنتو كتشوفو. هاد السيمانة هادي دازت غير بريباراسيون، ما درتش فيها حتى شي حاجة فريمون، غير القراية الدار، وكنجي كنعس. غادي نوريكم من بعد هاد الفيديو، نوريكم بيتي كي رجعت، عرفتو غنكونش كنوصل حتى باش نقاد بيتي، وعندي السبت والحد يعني خاويين. بغيت نستغل هاد النهار هذا ونقاد شوية البيت بلا ما نطولو الهضرة. ليتس جو.
عايز بغيت نوريكم واحد الحاجه، ولكن حشمت نوريكم الروينه اللي في بيتي. اول حاجه نبداو بهاد الجهه الجميله ديال المكياج. هانتوما هادي هي، شوف واحد الاوراق اللي لهيه. ندوزو عاوتاني لهاد البلاصه هادي، حديت ولا حرج. الفرفره هنا واش كدير؟ مانيش عارف. نوريكم واحد الحاجه، كسوتي كامله ديال السيمانه مسكينه ما قدرتش نطويها، كان فيها الشلال. انت كلش كنحفظ بحال غنطلع الصواريخ. و سبرديناتي الله يخليكم اللي لبستهم السيمانه كامله كلهم محطوطين هنايا. نمشي نجمع حد الروينه هذه ونرجع لكم. ساليت تبان لكم هاد الدوام نقيا، كلشي هو هذاك. درت واحد الجفاف خفيف ودوز حتى على الدروج. بدلت حوايجي، كنتسنى فواحد البنت تجي عندي باش تعطيني شي حوايج وصافي. هادشي اللي كاين البنات، الا درت شي حاجه اخرى غادي نشارككم البنات شنو خديت. كنت قلت لكم واحد البنت غتجيب لي شي حوايج، فالبنات اللي مهتمين اولا البنات اللي كيبغيو يشريو حوايج كيكونوا اوريجينال، بحال مثلا لي مارك ديال الماكياج، لي مارك ديال لي برودوي كيكونوا اوريجينال وما كنلقاهمش يعني هنايا في المغرب. تقدر هاد البنت تجيبهم ليكم بثمن مناسب. راح تلقاكم هنا لاباج ديالها، كتجيب حوايج ديال سيفورا، كتجيب المهم كاع الحوايج اللي بغيتو كتجيبهم ليكم من برا. وعندها حتى دي بارفان، عندها سوايع، عندها اللي بغيتو. اول حاجه خديتها اللي هي هاد لاباليت هادي ديال تو فيس. هاد لاباليت هادي زوينه بزاف، لي كولور ديالها زوينين. لي كولور ديالها ديال هاد الوقيته هادي ديال ديما، وفيها هنايا واحد لي كولور فيهم الجليتر، يعني صراحه زوينه البنات. وحتى الشكل ديالها زوين، جاي جيرلي فوالا كيفاش كتجي. هاد البنات خديت من عندها واحد البرودوي ديال ذا اورديناري، هذا البنات كيهضروا عليه بزاف بزاف بزاف. وهاد لي برودوي ديال ذا اورديناري تشهروا بزاف، راه ما يمكنش حد تشهروا. وعندها كاع لي برودوي ديالهم كيكونوا اوريجينال 100%، ماشي بحال دي باج كيكونوا كيزوروا فيهم. المهم البنات هكا كيجي. هذا البنات هيلارونيك اسيد 5 لا شحال 2% هكا كيجي البنات من الداخل. وكما قلت لكم تقدروا تلقاو عندها كاع لي برودوي كاملين ديال ذا اورديناري، ماشي غير هادشي اللي غنوريكم دابا. من بعد عندي هاد لي بوم ديال كارميكس، هذا البنات معروف بزاف. وشوفوا كنشوفوا عند هذوك الاجانب كيديروه بزاف. ها هو البنات كيفاش كيجي، كيرطب لي ليف وكيعطي واحد الترطيب زوين. من بعد البنات خديت هاد الشامبوان سيك ديال سيفورا، هذا البنات اللي شعرهم كيتيدم دغيا بحالي انايا. البارح كنغسل شعري، الغدا ديال الصباح كنصبح شعري ميدم واحد الشويه. هذا البنات كتفشوا فوق شعركم وكتماصي وصافي شعركم كيولي نقي. وهذا البنات ما ديروهش ديما، يعني كديروه غير في الحالات المستلزمه المهم كيف المهم الميساج وصل. البنات هاد الماسكارا هادي ديال تو فيس، هذا البنات هادي فيها البنات الصغيره اللي هادي وكاين فيها الكبيره. كنشكروها بزاف هاد الماسكارا هادي، وحتى لابغوس ديالها زوينه. نوريكم كيفاش دايره. ها هي البنات لابغوس ديالها كيفاش دايره، كيقولوا زوينه. المهم غادي نجربها ونقول لكم. من بعد عندي هاد البرودوي هذا ديال دوك الخطوط البيضاء اللي كيكونوا في الظهر، كيكونوا في اليدين، في الرجلين. هذا البنات جيل فيه بزاف، كيصلح دوك الخطوط البويض اللي كيكونوا في اللحم. نحط لكم هنا التصويره ديالهم باش الا كانوا عندكم تاخذوا هاد البرودوي هذا. وكما قلت لكم راه كيجي حوايج زوينين وبثمن مناسب جدا. البنات خديت هاد مسك الطهاره، ولكن الريحه ديالو لا علاقه مع المسك، فيه واحد الريحه ديال النقار ما يمكنش. الريحه ديال النقار شفتوا الريحه ديالو، راه ما يمكنش شحال ما عرفتش كندير نوصفها لكم، ولكن الريحه ديال الفاني، ريحه ديال
عرفتش ريحه ديال النقاء. هذا هو باش كديروا غير شويه منه هنايا هنا هنا وفي البلايص اللي بغيتو نتوما. ريحتو خطير، ريحتو البنات خطيره خطيره بزاف. صافي البنات هادو هما الحوايج اللي خديت عليها، صراحه عندها حوايج زوينين وماشي غير هادشي، الحوايج اللي بغيتو تقدروا تسكرينيهم وتصيفطوهم لها. المهم البنات دابا غادي نمشي نلبس باش نخرجوا، غادي نخرجوا غير شي بلاصه هكا، المهم نمشيو نضربوا دورا وصافي ونديكم معايا. المهم البنات هانتوما وجدت لبست هاد التريكو هذا في الموف مع هاد الجيب هادي اللي طويله شويه. المهم راجع جالسه هنا مقشجره عليا. صافي البنات هادشي اللي كاين، دابا غادي نمشيو نخرجوا. المهم في الموف شي غادي نديكم معايا وصافي باي. لا ننسوك بابا. هاي البنات هذا النهار اللي من بعد حيت البارح خرجت مشينا المرجان تقدينا شي حوايج وبابا عطاني نسوق وصافي. من تما ما درتش شي حاجه، يعني دو سبيسيال اللي كان خصني نصورها عليكم اليوم. البنات خرجت شفتو راه باين عليا عيانه، خرجت مشيت لاي سي وكيكي، مشيت لكيابي، دزت المرجان ولقيت شي حوايج وخديتهم غنشارك معاكم. اول حاجه نبداو باي سي وكيكي، خديت غير واحد التريك واحد تي شورت سامبل، ماشي شي حاجه. هذا هو البنات كيجي بحال هكا في الغوص وكيجي اوفر سايز، خديته في لاطاي اكس ال والثمن ديالو كان داير 109 دراهم. البنات اللي كيعجبهم لي تي شورت بحال هكا راه تقدروا تلقاهم في اي سي وكيكي، والثمن ديالهم زوين وحتى الكاليتي ديالهم زوينه. انا كيعجبوني نلبس بحال هادو غير في الصيف كيكونوا مبردين. صافي هادشي اللي خديت من اسي واكيكي، ما لقيتش شي حاجات زوينين بزاف، لقيت غير بحال هاد التريكويات وانا ديجا عندي التريكويات. نوريكم شنو خديت من مرجان. مرجان خديت هاد دوريتوس هادي جديده، انا جامي شفت هاد دوريتوس هادي، الله شفتها فين شفتها، قلت خصني ناخذها ونجربها معاكم وخديت شي حوايج غريبين باش نجربهم معاكم. غادي ندوق ونقول لكم. ما عرفتش كي دايره من الداخل، شوفوا جيت نقول لكم راه ماشي حاره، ولكن حتى جيت نقول لكم البنات راه ماشي حاره، ولكن فاش كتاكلوه فتاي كتبغيو تسرطو عرفتو، راه واحد المنطقه ما يمكنش، ولكن عرفتو بنينه وزوينه. البنات اللي عزيز عليهم الحار خذوها واخا حار بزاف. من بعد اختي خديت حوايج غريبين، خديت هاد فانتا هادي ديال الرمان، فانتا ديال الرمان غادي نجربها. عرفت شو هذيك راه ما نعرفش لكم صبروا نشرب الماء نشوفوا كيفاش دايره. عرفت شو جاني فيها واحد المذاق، غضحكوا عليا، جاني فيها واحد المذاق ديال داك الجلدوش ديال الرمان. غتقول لي واش انتي ذايقه جلدوش، ولكن فيه بحال الريحه ديالو، ولكن زوينه البنات. خديت كيندر بوينو ولكن ماشي كيندر العادي، خديت واحد اخرى في البيض نوريها لكم. خديت غير الاشياء العجيبه باش نجربهم معاكم، اللي هي انا ما عمرني ولا جربتها وما كنشوفهاش بزاف، هذه كنشوف غير ديك الكيندر بوينو العاديه بحال هذه ولكن هي في الكحل. وخديت هنا سنيكرز، هادو راه باينين فوالا كيفاش كتجي. شوفوا بعدا كيفاش دايره، صراحه ما جاتنيش شي فرقيه اخرى غير هادي فيها الشيكولا بيضة. صراحه هادي زوينه على الاخرى، الا لقيتو بحالها خذوها. وصافي البنات هادشي اللي كاين، هنا غادي نحبس الفلوق ديالي حيت طولت فيه بزاف بزاف بزاف. البنات كان هذا هو الفيديو ديال هاد النهار، نتمنى يعجبكم، متنساوش انكم تشتركوا في القناه، ديروا جيم، دخلوا الانستغرام ديالي خليكم هنايا او هنايا، تهلاو ليا فراسكم. Bye-bye.